شوارع لعبتي، تلقاني اعدي بين السيارات اروح يمين يسار، فنان لا تخاف علي، لا ويسموني المهجول بعد، بس ما يرفع ضغطي الا اللي يسوق متهور وحاط ولد في حضنه، والله لو يضرب فرامل خلي يروح وجه ولد في دقيقه. شوف هذا اللي جاي واحد منه. انا بصراحه لازم اعلم اولادي السواقه قبل ما يكبر عشان يطلعوا سواقين زي ابوهم، على الاقل احسن من سواقه بعض الناس اللي يجيك من اقصى اليمين لاقصى اليسار. شوف 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 يا اخي، استنى يا اخي، كلنا مستعجلين يا اخي، ياهو غثيث زي ما انت شايف، اللي شعره حمراء وشكله حتطول، عشان كده اخذ اللفه التكتيكيه هذه واسير في اول الصف. شوف بالله التخلف، قاعد على جواله وسايب السواقه، هذا اللي يسبب زحمه في البلد، مسوي فيها المغرد المشهور، هو لو يمشي شويتين بعد الاشاره يقبع في اول عمود. يا اخي احبكم مركز ومفتي على كل حدث في تويتر. على فكره عندي 25682 فولور، انتظرون مني 140 حرف لاني انسان. يا اخي شوفوا ايش هالمناظر، رجل يسوق فيها ورجل مهويها، ما ادري يحس بنفسه فله ولا زاحف. والله هذه يبيلها تغريده وواتس. ما اعرف اسوق الا وانا معطيها وضعيه الانسداحه، رجلي على البنزين ورجلي مرتاحه، كني متربع بالاستراحه. لا واللي تعبني هذاك الملقوف اللي ماشي الف شاطفني شطف ورا سياره الاسعاف. خير وش عندك؟ تبي تلحق من المستشفى؟ كذا لقيت حل لمشكله الزحمه في شوارعنا، اول ما اشوف سياره اسعاف الحق وراها على طول، والعالم بيقولون معها مريض يدوب يلحق يسعفه ويخلونا نروح. ترى ما كثر سيارات الاسعاف في شوارعنا الا المهجولين، يجيك قدامك ويفحط الخط يحسب ان الشارع له الحاله، ولو لف لفه واحده غلط قشعل سيارتين ثلاثه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس صلح نفسك قبل لا تنتقد غيرك.